بسيطة بين العزب والصحاري، لين ما تدرجوا في الحياة وغدت دولتنا من أكثر الدول شهرة والأغنى في العالم، وكل واحد يزورها يشهد على اللي تزخر فيه دولتنا الحبيبة. لكن هالشي ما يعني أن نحن أبناء هالدول نسينا عاداتنا وتقاليدنا، بالعكس نحن ما زلنا نسير على خطأ أبونا الشيخ زايد اللي قال من اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. سيداتي سادتي، رحبوا معايا بالنادي الثقافي الإماراتي بالتعاون مع نادي المبدعين. Yeah.
وانا الشام وصوت العز بي مسمور. Oh,
حلو اللي ريفك رب بتمشي وخلفك ماشي تصف دفو كفو رمدادين رمدادين ودفو كفو كفين ودفو بالحراش وما عارف وانا هدي يا جدي بدي العالي وطيور العلالي كمش الصورة ومش الهدي يا جدي وعم صب الجوعة يلاقوني الطوعة انا عدي وانتي عدي قصص الصيد وحكايات الصيد اه يا هيفا شو حلو الصيد الصيد بيسلينا قصص وليالينا لكن بيصيروا السهيرة يتطلعوا فينا يقولوا مديب زود الخبري وبيني وبينك يا جدي بتكون عم بتزيد شوي يا بنت بنتي يا هيفا بنت بنتي لما بتشوفيني زدت وينك انتي على الانسجام نكبر خريجتي تبقى عبيني اشارة برجع بصغرها شوي لما تزيد شو اشارة لما تزيد شو اشارة شفتي مطرح ما قبصت السبع جدي وين بعد في سبع قوي طبع حد السبع شفتي مطرح ما تبشت التمساح جدي الحرش مش نهر الامازون حرباجي قد التمساح على الصيطة على حجان على الترغل على الطبع وعلى التمساح انت وراجع ما معك شي وخلقك طالع هيدي شو حلو الصيد
يسعد النادي الثقافي السعودي أن يقدم لكم أهم لوحة تراثية راقصة ضمن لوحات متعددة ومتنوعة من التراث السعودي. وفي عرض اليوم سنقدم لكم لحضراتكم الرقصة السعودية الشهيرة العرضة النجدية. يلا هي اللي لا إله غيره يا ناصر جند على العدوان انا احمد الله جات على ما تمنى احمد الله جات على ما تمنى انا يا هبل
علينا وكلها from east to west. It is time to welcome the Iraqi Cultural Club on stage. إذا مريت بي هو أنا السبب.
And without any further ado, now I present to you the Syrian Cultural Club. كنا على صوت الهوى نوعا سوا نوعا سوا نرسم بقهوة صبح صبح كم شتم النوع أو كل الدنيا أو كل المدى حبنا اهتدى يا جار صارت على حالنا تبكي بكي قولك ما ضل فيني إلا إلا نتفت حكي الأحجار صارت على حالنا تبكي بكي لك ما ضل فيني إلا إلا نتفت حكي صاير على كتف التعب عم برتكي وخبي بقلب الحزن دام عيون الظلم عم بشتكي أصاير صاير على كتف التعب عم برتكي وخبي بقلب الحزن دام عيون الظلم عم بشتكي ترحم دنيا دنيا
كله انا وانتي انتي انتي يا ثوريا حكاية عقل تلونت عاطفي فيا قصة أهل دم ولادهم ضحوا ووصونا لبنية حكاية عقل تلونت عاطفي فيها أهل أقدام أولاد ضحوا وصونا لبنية راجعين بنسمة مساف أنا شعل جمر نتفا سوا نعرف تعبنا والأسى زهر البلد نطفى سوا باسم الأرض ونبقى سوا بعز البلد ونطفى سوا باسم الأرض نبقى سوا باسم الأرض نبقى سوا باسم الأرض نبقى سوا متميز فخورين بمعشوقتهم وتاريخهم المزدهر فلنرحب جميعا بالنادي الثقافي الأردني
الظبا نفاد سيوف وحد سيفك ما نبا أردن أرض العزم أغنية الظبا نفاد السيوف وحد سيفك ما نبا في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السبا فردت على الدنيا الطفولة مشتها وعليك دينا لا يخان ومذهبا فردت على الدنيا البطولة مشتها وعليك دينا لا يخان ومذهبا في بعض حجم الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السبا وفدت تطالبني بشعر لدنة سمراء لوح المنام وذوب من أياهل أنت قالت من الأولى رفض ولم تغمد بكفي مشابا. Today, they will share a taste of that culture with you. Please welcome the AOS Egyptian Cultural Club! منورين يا رجالة والله. يا مان النور نورك يا مان. حبيبي يا بكار والله كلك ذوق يا هندسة. عليها الطلاق ان انت اللي منور. يا بكار كبير المنطقة كلياتها. شكرا شكرا. طبعا انتوا عارفين يا رجالة ان الجلوبال داي قرب. وطبعا انتوا عارفين ان التحدي في كل سنه بيبقى اصعب من السنه اللي قبلها. ها جاهزين السنه دي يا رجاله؟ ها جاهزين السنه دي يا رجاله؟ يي اكيد. عم برطم يقول ايه الواد ده. او ماي جاد هريدي اي كانت بليف يو جست سيد ذات مان. واه 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 ايه ده عم تقول اسمي ليه يا عم البسكويت انت؟ الله ما تهدوا بقى يا رجالة. مش معقولة كل مرة نقعد مع بعض كده على قاعدة شغل تقعدوا تتخانقوا. وانت مالك يا عم مصطفى من ساعة ما جيت وانت مش على بعضك كده؟ معلش بس ما شربتش كوباية الشاي بتاعت الصبح وانت عارف كوباية الشاي بتاعت الصبح. معلش فاصل بس حبتين. مش تقول يا زميل والله يعني شكلك كده عايز تظبط الطاسة وتفتح المحابس وتكيف المسائل. عندي ليك استباحة انما ايه وستيك. لا وحياة ابوك الا استباحاتك يا سيد. اقعد اقعد حبيبي اقعد معاه. لا اقعد حبيبي انا عارفها انا عارف استباحاتك دي. مش كفاية اللي حصل في الواد عادل؟ اهو من ساعة ما خد الاستباحة بتاعتك وقافش في حيطان بيتهم وفاكر نفسه برواز. انا بس لو حد ينزل ياخد مشروع من على قمة الشارع يروح القهوة بسرعة يجيب لي كوباية شاي يبقى بصراحة عمل احلى واجب. وادي يا عمي كمان 50 جنيه يا عم زبطني. 50 جنيه يا عم مصطفى. ايه 50 جنيه مدفوع يا عم احنا مش في مصر. عاجبك كده يا عم سيد؟ الاستباحة اشتغلت اهي. معلش يا كبير النوبة معلش بس معلش ابقلش قال شاي كده لزوم الشغل يعني بس كوباية شاي وانا هظبطها. عادي. سعدية يا سعدية. ايوه ايوه يا بيه. عايز احلى طقم شاي ينزل للرجاله هنا. حاضر. اه واعملي حسابك في واحد كمان لسه جاي حالا اهو. ايه ده مين اللي لسه ما داش يا بكار؟ ما اصل كنت اعملها لكم مفاجاه. فاكرين علاء اللي عمل مسرحيه عن نفسي اروح بلدي في جلوبال داي اللي فات؟ ايوه 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 يا ناس يا فصلان. هو ده اللي قاعد يقول لك اعمل لك مسرحيه تدغدغ الدنيا تدغدغ الدنيا وهكسر لك الدنيا والكلام ده كله في الاخر ولا طلع باي حاجه. بس اهدوا بس الاول اعرفوا علاء جاي السنه دي بصفته ايه؟ هيكون بصفته هي يعني عمده الكفر يا يا هريدي. علاء السنه دي هو بكار بكار. اه
ايوه يا عم علاء. انت يا عم بكار انت اخيرا يا عم شفتك، انا شايفك اهو، انا جاي لك جاي لك يا بكار. ايوه جاي لك يا عم بوليس سلامة حبيبكم. شايفك حبيب قلبي، حبيب قلبي وجداني، ماليش غيرك حبيب تاني. صباح الفل، ازيك يا برنس؟ عامل ايه؟ ازيك يا رجاله؟ تمام طفان ما زي ايه الكروته دي يا حافظين؟ مش فاهمين ولا ايه الكلام؟ لا معلش يا عم علاء، اصل نسيت اقول لكم حاجه مهمه يا رجاله. علاء السنه دي هو احد المشاركين المهمين معانا في الجلوبال داي. حبيبي يا برنجي، بص بقى، يعني أيوة. انا عايز اكتب لنا مسرحيه، ايوه، اللي هي بتكسر الدنيا دي. وحبشتكناتك بقى والحاجات دي كلها، ويعني مع السلامه عليكم. مين ده؟ تمام. What's up man? Man, we gotta do something good as usual. You know what I'm saying, man? Yeah, man. Of course, man. What's your name? تعرف حضني يا ده عمي. حبيب قلبي. اهلا وسهلا. سعدنا. ازيك؟ تعالى. اهلا وسهلا. ما تفككوا بقى يا جدعان بقى بالهري والهتي ده بقى. ما خلاص نخلص كل شويه لعب. ما عدا انت طبعا منظم، انت انا عارف. يا جدعان. عارفين طبعا الجلوبال دي فاضل اسبوعين، ها؟ فكرت في حاجه ولا لسه؟ ايه الكلام؟ لا والله يا عم علاء، بس ادينا اهو متجمعين النهارده وهنشوف، ادينا قاعدين مع الرجاله ونشوف مين عنده افكار وننفذها. احنا لسه هنشوف وهنشوف الرجاله يا جدعان فاضل اسبوعين يا جدعان، احنا دايما متاخرين كده في كل حاجه. اسم الله عليك يا اخويا، جاي من قبل ما قبل معانا المره دي بنت، وبرده جاي اخر واحد وقاعد بيبرطم. في حاجه درش ولا ايه الكلام؟ لا حبيبي فل، لو في اي فكره حلوه حبيب قلبي. لا اهلا وسهلا. طب تمام يا رجاله، عايزين نبدا شغل بقى. مين عنده افكار هنا ولا ايه الكلام؟ ها بص، انا عندي فكره كانت عماله بتزغزغني في دماغي بقى لها فتره. بتزغزغك؟ لا تمام، يا شكلها فكره حلوه. قول بص، يعني انت يعني بص يا شيخ، قول لي انت اكيد سمعت عن السوبر ستارز اوكا اوتشيجا. طبعا تمام، مالهم بقى؟ يعني دول نازلين السوق ويعني عاملين احلى اغاني ومدغدغين الدنيا، ولازم نحطهم في الجلوبال دي. هنحط مين؟ اوكا اوتشيجا؟ اوكا اوتشيجا في الجلوبال دي. تمام، انا عارفهم طبعا، ده دول هم دول اللي رجعونا الفن الزمن الجميل والطرب الاصيل كله يعني. يا عم والله انت كده يا حبيبي، وبدات تولف. بدات ايه؟ تولف. اول ده صاحبك ده بكر ولا انت ماسك عليك حاجه؟ لا اعتبر اخوك يا اخي. يا عم اعتبر اخوك، الجمله دي اللي جايبانها ورا. ما علينا، في اي افكار تانية يا رجاله ولا ايه؟ ايوه انا عندي فكره. جول عنده فكره. ابهرني يا جو. انت مش ملاحظين الفتره اللي فاتت دي ان في فن جديد انتشر في مصر؟ تمام. الفن اللي انا قصدي عليه ده هو فن الراب والهيب هوب. مش بس كده، برضو في حاجات زي اغنيه هوبا ايجيبشن ستايل لو تعرفوها. انا لسه شايفها على النت من قريب كده. سمعها فين؟ على النت. اقطع النت على النت علينا. اللي سامعها فين تاني كده؟ على النت. اقطع النت على النت على النت علينا. فين الفيديو؟ انا سمعت الاغنيه دي، بتهيألي عدت علينا. عدت. طب شغلها لنا يمكن الشباب تعجبهم. اهو الفيديو. كول بيب الفيديو. تعالوا نشوف كده. اهو لازم يبطا يعني. هوبا ايجيبشن ستايل، ايجيبشن ستايل من البيت مع راي، والصبح قاعد ياكل سوشي، والاتنين طبعا سهرة جاز يا شباب ما تنسوشي، وقميص مفتوح دي حلاوة روح، والباقي عرفنا خلاص، وسكيني والميني حلو البشبيشي بالمصري تقولها ازاي، البس واللاب والشوز وتويت بالمصري تقولها ازاي، الكوتشي يا اختي مضحى عشت المصري تقولها ازاي، برنس يا لورد يا باشا يا زعيم تقولها ازاي بالمصري تقولها ازاي، ودي سلطة بلدي وعليها مرهون كلاسي، حتى وحدي وحدة تاني شتي والصيف، والدنيا تمطر ولا بتشوي ولا بتمطر
شو اسمع. ايه عظمة على عظمة. هوب 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 ايجيبشن ستايل. بص صراحة يعني انك الكوتش اختي انت عايش ايام. ايه رأيك؟ هي لذيذة يعني بس ما اعتقدش انها تنفع تشتغل في جلوبال دي يعني مش حوار يعني. ولا ايه الكلام؟ والله على انا متفق معاك في الموضوع ده. مدام اوكورتي مش اوكورتي جام مش عاجباني. وبعدين استنوا هنا. انا في كل الافكار اللي سمعتها دي مفيش حد جاب سيرة النوبة في حاجة. جرايا يا جدعان. احنا لحد امتى هنفضل ناسين اهل النوبة وتاريخ النوبة؟ هي مش النوبة دي جزء كبير من مصر ولا ايه؟ عندك حق صراحة بكار بس يعني بص يا سيدي ولا تضايق نفسك مش طالعين النهاردة من هنا إلا وفكرة فيها النوبة. الله يخليك علاء. الله يخليك. يلا حد عنده أفكار تانية؟ اخص ايه؟ اخص عليك. الله 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 بذمتك نسيت ازاي العاصمة التانية؟ العاصمة قصدك اسكندرية يعني. عيب عليك يا عم حد برضو يقدر ينسى عروس البحر الأبيض المتوسط. عروس البحر الابيض المتوسط يا جدو ايه كل ده؟ انا اخر مره سمعت الكلمه دي كانت ايام كرتون سابق ولاحق على سبيس تون. حتى الله كان بيجي بعديه كوكب زمرده للبنات فقط فاكر؟ طبعا طبعا. الله مسيك بالخير يا استاذ فتحي كان بتاع الجغرافيا في سنه رابعه ابتدائي ما قالناش حاجه في الفصل غير اسكندريه دي فيها حاجتين اللقب ده والبحر. حلو القلش والله. انتوا الاثنين لو ما بطلتوش قلش هرتكب فيكم جريمه والبسك في الواد هريدي. ادي نفسك يا اسطورك حبي بس قلش خفيفه كده بس معلش. لا ولا قلش خفيفه ولا اي حاجه يعني. بص لو فضلتوا بتعملوا كده انا مش هكمل المسرحيه. الله الله الله. لا ما ينفعش معلش صعب قوي. طب بجد بجد يا جدعان بجد عمركم اي حد فيكم عدى عليه سيف من غير مثلا ما ينزل يبلبط في بحر اسكندريه ولا ياخد ساندوتش كبده اسكندراني ولا كون جاتي عزه ولا كون جاتي مثلا من عند عزه؟ ما يبقاش عرض والله. وبعدين بصراحة العرض من غير اسكندرية يبقى بحر من غير مية يعني. الله ده حق. ايه ماشي يا عم درش ولا تضايق نفسك مش هنطلع بقى من هنا النهاردة غير وفكرة فيها ايه اسكندرية. حد يقدر ينسى اسكندرية وبتاع؟ لا لا تشكر يا كبير. لا لا عيب عليك. ربنا يستر. لا ما تقلقش يا باشا كير يا اي وان يا علاء. انا ما عارفش حاجة. انا مش هكلم الناس دي عشان اعرف انا هنيه ليا بالظبط. بغض النظر ان انت ادائك فيك قوي بس قشطه يعني انت ايه اللي مضايقك؟ انا مش فاهم. اصل هشوفك توزع الادوار كيف فراغ الجمعيه ولا ما سمعتش اسمي ولا اسم الصعيد عاد؟ فراغ جمعيه ايه مين ده؟ انا مش فاهم. انا يعني كان ودي اقول لك ايوه جبت سيره الصعيد في العرض اللي هفكر فيه ده. لا بس مش هقول حاجه اهو اهو. لا واضح صراحه ان انت ما قلت صراحه. لا تسلم ايدي كاس عاديه. يا سلام هتفكر فيه. ثانيه بس في فكره كده في دماغي. جات لي فكرة. ها قول. احنا هنجيب سيرة الصعيد في العرض. جد يا علاء انت تستهبل انت كده اتفاجئت يعني؟ الصعيد طول عمرها مصنع الرجالة وكان لازم يتجاب سيرتها وسيرة رجالتها ولاد البلد. صح صح عندك حق. ولا تضايق نفسك مش هنطلع من هنا النهاردة هريدي غير لما نجيب سيرة الصعيد في العرض. يا سعدية مالك واقفة كده ليه؟ صراحة انا كنت عايزة اقول حاجة بسرعة كده وامشي على طول. طب ما تقولي ان انت مكسوفه. بص يا بكار بيه فرح البيت بتاعتيات اختي هيبقى يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. ايه ده قبل الجلوبال دي باسبوع يعني. مبروك يا سعديه. اه مبروك. تسلم ايدك على الشاي جميل. بغض النظر عن الشاي والعربيات بس على فكره ده فكره احنا ممكن نروح فعلا الفرح نحضره منها نحضره من بالك طبعا لاختك عطيات وفي نفس الوقت ناخد كام فكره للجلوبال دي صح؟ فرح شعبي. فرح شعبي. لا مش شعبي. نعم انت فممكن نشتغل ولا انت ايه؟ والله يا علاء بيه مع اننا ناس على جدنا بس بنحب بعض وعمرك ما هتحس انك غريب وسطينا. علاء بيه انا ناس كتير جدا بتقول لي علاء بس اول ما اسمع كلمه بيه دي بصي ولا تضايقي نفسك مش هنطلع النهارده من هنا يا جدعان غير واحنا جايبين سيره مش بصي هجيبك انت نفسك اساسا في العرض بعد بيه دي ولا ربنا يخليك يا بيه. الله يسعدك يا رب. ربنا يوفقك وتشرف مصر في اي حته تروحها قادر يا كريم. انا عايز اعرف امرها فرح البيت عطيات. تمام تمام عطيات جت ولا ايه؟ صح صح النوم يا فنان صح النوم. معلش يا شباب راحت عليا نوم يعني. لا ولا يهمك راحت عليك نومه مش مشكله عادي تمام يا رجاله خلاص كله مرضي كده
لا انا زي ما جسرت الصعيد في العرض اللي عم فكر فيه ده انا ماليش صالح. ولو ما فيش اوكا وارتيجا انا مش عاجبني الليله دي كلها. لا ولا البرفورمنس ده لو فيه راب هيبقى اجمد برفورمنس على الاطلاق. انا عن نفسي قشطه انا راضي بصراحه. وانا ما دام هتجيبوا سيره النوبه انا 100 فل. طبعا انتوا كده كلكم مرتاحين ها؟ حاسين ان انتوا مش منسيين وكله تمام. طب والشباب اللي بيضحوا باعمارهم وارواحهم عشان كل واحد فينا يعيش عادي ها؟ الشباب اللي كل يوم واحد فيهم بيموت، الشباب اللي كل يوم صورته بتتشوه اكتر من اللي قبله. قصدك مين يا علاء؟ اصلا هم مش فارق معاهم اساسا. قصدي على مين؟ قصدي على التراس. اه صح صح قشطة. على فكرة على فكرة عشان بس ما انساش حاجة، انا مش التراس بس انا بحترمهم. ماشي برضو. اظن كده يا رجالة الافكار كلها عنديكم واتفقنا خلاص. وانت يا فنان اظن لو عندك اي فكرة يا ريت تقول لنا عليها لو هتفيدنا في الجلوبال دي. بصراحة وانا نايم حلمت بفكرة كده حلو. حلمت بحلم؟ قول قول يعني ما جت عليك فكسبه بصراحة. هسمعها لكم لو عجبتكم نبتدي نتدرب. طب خلاص قشطة فوق الفضل ركز يا هريدي. مع الاستعراض الخاص بطلبة الجامعة الامريكية بشارقة النادي المصري واستعراض عشان لازم نكون مع بعض. علشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد نوبا ويه ايوه ايتونيري بدي اتجار السين بجار ونوبا وين السنجي ماشي ما نعرفوش وما تبدي ساحات شبكة وخد سمكة وسلم والروح القمح اللي في دار الجار والفرح اللي في دار الزار عندك يدرى الدبان ومروين وأرضك من غيرك حيرا السرع ويحرجي على أرضك عشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الأرض عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد
من جد عند الصحابي في الوصيفة قدمولي اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا فركب صوت من ورق والبحر سحب واللي يركب النهاردة يبقى يجر صحب بكرة نصحى بدري هنعدي وناخدك أصله أول يوم وإحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجد من قلب الضمير مفيش جواهم ليا إنت كل خير على مدى الشوق حكاوينا من ورث جدود أهالينا رجالة جداد وهليلة يا واد وكان يا مكان لما أعمل حكي عني خلي وقف لعبي هدي بالليل إيبي ولا والسنتو إيبي ولا والسبع بلطار لما في الحارة وشوش بهية جت تسمع قصتي الأبية وتشد على إيد الصبية وتداوي جروح الأسية أنا اللي عمر الليل ما يطويني ولا الظلم يحنيني ولا طول السنين يلويني أنا اللي عنواني بسمة الغلابة وشجاعة الرجالة والعيشة ببساطة ومؤكد عرفتوني وأنا اللي حضني يضمكوا تحت سما وفوق أرض مصرية ما سمعتوش عن قصة الدمعة فعليا وعن خلاف ولاد الأرض المصرية ولادي ضاعوا في التيار وهن عليهم المشوار ونسوا اللي ضحوا بالأرواح اتفرقوا بين السطور وضلوا السبيل للنور وبدل ما يشيلوا عن كتف الحمول اتفرقوا بين السطور وضيقوا علي السور والسبب هو وبكل وضوح انهم شالوا كلمة مصر من التعاريف وبدلوها بأحزاب وفئات وتخاريف جراحك ظهرت يا شعبي طريق الضلمة تخللوا النور وأخيرا شايفين الفرحة على أعتابك يا وطن مقهور ياه أخيرا جه اليوم اللي الواحد يدوق فيه طعم الحرية أقول اللي في بالي وأعلن اختياري وأقف قصاد مين يعادي قراري وانت مبسوط على ايه؟ مش شايف اللي بيحصل حواليك؟ بص بص في الشوارع اللي سايل عليها الدم والقلب المحروق من كتر الهم دي جروح حطوا فيها الملح ولا في عمرها تطلع زهر والناس مضيعة مفتاح القضية بين أيادي كتيرة حاملين شعارات ضد الوحدة الوطنية طب بصي للموضوع من ناحية تانية مش شايفة ازاي الحرية بقت مالية القلوب؟ مش شايفة ازاي الحرية بقت مالية القلوب؟ مش شايفة ازاي الكلام موجود في الهوى من غير قيود؟ الحرية اللي مالية القلوب مفهومة بالمقلوب من امتى والمفهوم ده موجود؟ مصر يضرب ويعادي اخوه؟ مش هو ده اللي كنت عايزاه وفرشنا الارض ليالي عشان حلم جميل سوا حلمناه الحرية يا صاحبي توحدنا مش تفرقنا تلم وجعنا بجملة متوحدة بدل ما نملى الكتب سطور متفرقة الحرية الحرية
الحرية أسمى من إنها تخليني أعمل حزب على ولاد بلدي. ملعونة روحي لو كانت تسرح لي القاسية على مصرنا البهية. ما كنتش أعرف إن الغلط يعجبنا، وقبل ما نطول الحرية لازم نصلح النفسية ونشيل أي حاجة سلبية. يمكن نضل الطريق ثانية، بس أصلنا هيشدنا للطريق مرة تانية عشان نوقف ترخيصهم للدم وقتلهم للروح وتفريقهم للصفوف. وده اللي بلدنا محتاجاه، نرجع للوسوس الضحكة، نبدل لحظة مرة بحلوة ونريح قلوب الشهداء. ده مهما الليل يطول بكرة في فجر، يا بلد يشيب الزمن ولا يشيبها. يا ما نفسي أشوفك مرتاحة يا بلادي، بس لازم في الأول. إنه وطننا فلسطين. أيها السادة رحبوا معي بالنادي الثقافي الفلسطيني. Yeah.
في يوم الميعاد. يا سعدي والصبر عبادي تركي عالصابر في البيجونة. بلادي يا بلادي والله ما انساكي عايش في الغرب وقلبي معاكي. عهدنا الله الحر الثلاثي وتعودي لنا يا فلسطين. We're gonna make it.
هنا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية فعاليات اليوم العالمي لعام 2013. فرحة كبيرة وشرف لنا أن نستضيفكم هنا اليوم. أتمنى أن تستمتعوا بما تبقى من الفعاليات في الخارج. This is how we have come to the end of Global Day 2013. It was a pleasure to receive all of you at our campus this weekend and to share all the multiculturalism of the AUS family. On behalf of the Office of Student Affairs, the Office of Student Activities, the Student Council, the cultural clubs, the performers, the choreographers, the assistants, volunteers, and all the students of American University of Sharjah, this is Ali Aban and Aisha signing off for the night. Thank you very much. Have a great evening and see you all in Global Day 2014.